يعني بدون دعم من أي جهة، يعني فكرنا باش ننظموا هذا الحفل هذا إحياء لذكرى أولا السنة الأمازيغية، ثانيا حفاظا على هذا التراث وعلى هذا الموروث حتى لا يندثر، ومن أجل تمرير الشعلة من جيل إلى جيل إن شاء الله. اسمي سيدة عطاس طوزر أحداث صابير اسمي سيدة. كان عندنا قصائد شعرية في الموضوع، كان عندنا يعني قطع شعرية أمازيغية في فن الحيدوث وفن القصيدة الطويلة تيفارت، وعندنا فن الفكاهة، عندنا الفن ايضا ديال الكمان وديال الوتر، كما كنظموا لاول مره سيمفونيه بهذه المناسبه هذه اللي غادي يشارك فيها واحد العدد ديال العازفين. اللغة التي لا تتكلم اللغة التي لا تتكلم تموت. شكرا. السنة الأمازيغية هي سنة التي تربط الإنسان بالأرض، هي تعود إلى 950 سنة قبل الميلاد، وقد أرخ لها بمرجعية تاريخية تعود إلى ظهور الملك شيشونغ وسيطرته على المملكة الفرعونية في الأسرة 22. إلا أن هذه المرجعية ليست الوحيدة، حيث أن هناك مرجعية هذا الارتباط القوي بين الإنسان والبلاد التي ينتمي إليها من خلال تجسيد ما يقوم به الإنسان يوما بعد يوم من مجهود مع التراب لينتج منه مجموعة من المنتوجات الفلاحية وتربية الماشية، وهذه المنتوجات هي التي تنعكس في احتفالات في آخر السنة.